فيلمنا بيبدأ مع البطل برق بنزين، سريع زي البرق، خفيف زي الريشة. ده نهائي السباق الأهم في الموسم كله، كاس البستول، ومش فاضل غير التلاتة دول بيتسابقوا على القمة والمركز الأول. التلاتة هما الملك، وهو ملك السباقات فعلا، ووجه شركة موتوركو الإعلامي، وأبو مركز تاني واللي متعود يكون دايما ورا الملك على طول. وبطلنا برق بنزين اللي لقبه الفتى الصاعد، بس ايه، صاعد بقوة. برق كان مولع الأسفلت في السباق، كان فرق جدا عن بقية العربيات، بس علشان كان مغرور في نفسه ومبيقفش حتى للصيانة بتاعته، وطبعا ده بيأثر عليه وبيخلي الكاوتش بتاعه بيضرب وهو في الحلبة، وده كان السبب ان الملك ومركز تاني يحصلوه وبيعدوا مع بعض خط النهاية في نفس الثانية هما التلاتة. وبكده يتأجل حسم اللقب لسباق تاني في كاليفورنيا بعد اسبوع من دلوقتي. كانوا عارفين ان اللي هيوصل الاول فيهم لكاليفورنيا هو اللي هيبقى عليه الاضواء وهتهتم بيه شركة موتوركو، والشركة دي برق كان نفسه يبقى الوجه الاعلاني بتاعها بدل الشركة بتاعت مزيل الصدى اللي معاه دلوقتي، انها كانت شركة تعبانة وكل العربيات فيها خردة وما كانتش عاجبها خالص. برق بيروح لجاز، وده يبقى المقطورة اللي بتنقله على الطريق، بيطلب منه انه يفضل ماشي طول الليل من غير اي راحة، بيطمنه وبيقوله انه هو هيسهر معاه علشان ما ينامش منه على الطريق. طبعا شوية وبنسمع صوت شخير بنزين اللي ساب جاز لوحده في الطريق. بيظهر شوية عربيات طايشة على الطريق بالليل وبيلاحظوا ان جاز نايم وهو ماشي، فبيقعدوا يلعبوه على الطريق، وده بيخليه ينزل برق في وسط الطريق وهو مش حاسس وبيكمل الطريق من غيره. بيصحى برق وبيلاقي نفسه في قلب الطريق والعربيات كانت هتشال وحده، بيتوه بعدها وهو بيدور على جاز وبيدخل طريق فرعي، بيجري بسرعة علشان يلاقي جاز، بس في شرطي بيشوفه وهو بيجري وبيروح وراه. بيفضل الشرطي يطارد في برق اللي كان فاتح على الخامس، بيتكعبل في سور سلك وبيدخل بلد وبيقعد يخبط فيها وبيبوظها على الاخر، وكمان بيبوظ الطريق بتاعها. في الاخر بينجح الشرطي ان هو يقبض عليه. تاني يوم الصبح جاز كان وصل لكاليفورنيا وهو ما يعرفش ان برق تاه منه. الصحافة والاعلام بيتفاجئوا ان برق مش في المقطورة بتاعته، وبتبدأ الاسئلة من الكل عن مكان برق بنزين البطل المرتقب. برق بقى كان بياخد تعسيلة في جراج قديم في البلد اللي هو بهدلها، وساعة ما بيصحى بيلاقي قدامه ماطب ونش قديم ومصدي بس ايه، عسلية. بيجي الشرطي علشان ياخد بنزين على المحاكمة بتاعته، طبعا بسبب اللي هو عمله بالليل. بيروحوا للمحكمة والقاضي بتاعهم كان اسمه دوك، واللي كان مستحلف العربية اللي بوظت المدينة كلها، وكان ناوي يرزعه حكم مشدد. بس الغريبة بقى ان هو اول ما شاف برق اداله براءة، وبيقول للشرطي يطلعوا برا البلد بتاعتهم بسرعة. ساعتها بتدخل سالي عربية محندقة كده، واضح ان هي عجبت برق من اول ما شافها. بس سالي بتطلع مش سهلة خالص، وبتخطب في الناس وبتقول لهم ان مش هينفع نسيبه يمشي بعد ما بوظ نبع رادياتير المدينة العريقة واللي ليها تاريخ كبير. الناس بتتفاعل معاها، وساعتها بيسمع كلامهم القاضي ويحكم عليه ان هو لازم يصلح الطريق اللي هو بوظه. بنزين ما كانش مصدق اللي بيحصل له، وخصوصا بعد ما شاف بيسا، وبيسا دي المكنة اللي هيرصف بيها الطريق، وكمان شاف ان الطريق اللي بوظه كان كبير جدا وهياخد منه وقت طويل على ما يخلصه. ماطم الذكاء ما كانش نقطة قوته، قبل ما يربطه في بيسا بيفك الكلبش بتاعه. طبعا برق ساعتها قام طاير وكان فرحان جدا ان هو خد حريته من تاني، بس بدأ بعدها ان هو يقطع ووقف خالص، ده لانهم كانوا عارفين ان هو ممكن يعمل كده، مفضيين له تانك البنزين بتاعه. بيرجعوا الشرطي من تاني البيسة علشان يبدأوا شغله في الطريق. شوية وبنلاقي ان في عربيتين دخلوا البلد، واضح ان هم دخلوه بالغلط. اهل البلد مهمهمش وحاولوا ان هم يسوقوا لهم اي منتج بتوعهم، لانه واضح ان هم محروبين زباين. بنزين بيعرف ان ابو مركز تاني وصل لكاليفورنيا خلاص، وبيتخيل ساعتها ان الاضواء عليه وشركة موتوركو بتمضي معاه عقد رعاية. بيشغل برق ساعتها كل الاحصنة بتاعته وبياخد بيسة وبيسافر الطريق كله مرة واحدة، او بمعنى اصح بيكروت الطريق كله علشان نبقى واضحين. دوك طبعا ما بيعجبوش الكلام اللي هو عمله ده، فبيقول له انت هتكسر اللي انت عملته كله وتسفلته من تاني. برق بيقول له انا مش عربية مصدية عشان تشغلوها في الكلام ده، انا سيارة سباق متطورة. الدوك بيقول له تمام، يبقى نتسابق انا وانت، ولو انا كسبتك هتعمل اللي انت قلت عليه، ولو انت اللي كسبت هتمشي من غير ما تعمل اي حاجه. طبعا برد ما بيصدق ان هي تجيله فرصه زي دي وبيوافق على طول، وبيجهزوا للسباق، وبيبدا السباق فعلا ببرق وهو بيشق تراب الصحراء زي السيف. الدك كان بيتمشى هو وماطم لانه كان عارف ايه اللي هيحصل. برق بيجي ياخد ملف ترابي بيلاقي نفسه معرفش، وبيقع من فوق على صبار والاشواك بتظبطه. الدك بيخلي ماطم يسحبه وبيروح بعد ما خسر لحبيبته بيسا علشان يكملوا طريقهم سوا. تاني يوم
بيصحوا بيلاقوه خلص جزء من الطريق وكانوا فرحانين جدا بيه. برق بقى كان هناك في الملف الترابي بيحاول ان هو يعديه، وكل ما يجرب بيقع تاني. الدك بيحاول ان هو يساعده وبيقوله على الطريقة الصح اللي هو يعدي بيها، بس برق بنزين هيسمع كلام عربية مكحكحة زي دي؟ لقوا ايه في السباقات؟ طبعا لأ، وبيسيبه وبيمشي. برق رجع يكمل شغله لما بتجيله سالي وبتعرض عليه ان هو يبات عندها في الفندق بتاعها، مكافأة يعني على انه بيسفلت لهم الطريق، وكمان ماطم بياخده بالليل علشان يلعبوا سوا قلب جرارات، وفعلا بيروح معاه وبيفضلوا يخدوا في الجرارات ويشقلبوها على ظهرها، وكانوا مستمتعين جدا لحد ما بيجيلهم ابو الغضب وبيجري وراهم وبيطردهم. بيتصاحب هو وماطم اللي كان مستغرب ان برق مهتم بالسباق بتاعه قوي كده، ولما بيسأل برق ليه بيقول له ان هو عايز يكسب الكاس دي ويمضي مع شركة موتوركو ويبقى تحت امره اسطولهم اللي مكون من موتورات وطيارات. بيسمع ماطم منه كلمة هليكوبتر وبيحلف برق انه لو مضى معاهم يخليه يركب الهليكوبتر ولو مرة واحدة. بيروح برق الفندق سالي وبينام فيه، واضح ان هما كده حبوا بعض. تاني يوم بيروح للدكتور علشان ياخد حصة البنزين بتاعته علشان يكمل شغل. الدك كان عنده زبون فبيقول له ان هو يستناه بره. بعدها بيدخل جراج قديم للدك وبيلاقي جوه كده بكل بساطة كاس بستول اللي هو اصلا قاعد بيحلم بيه. بيعرف ان الدك ده مش عربية عادية كده، ده بطل قديم اسمه الدبور المرعب، وانه كسب كاس البستول 3 مرات. بيروح لاهل البلد علشان يقول لهم ان الدك يبقى سيارة سباق مشهورة جدا زمان، بس طبعا كلهم بيضحكوا عليه وما بيصدقوهوش. بعدها سالي بتزود له بنزين وبتقول له ان هو هيروح معاها في مكان عايزة توريهوله. برق ساعتها كان معاه بنزين بزيادة وكان ممكن يهرب من البلد، بس هو ما بيرضاش لانه خلاص واضح ان هو حب سالي وكمان الناس اللي في البلد. سالي بتاخده معاها وبيروحوا عند فندق قديم، وبتحكي له ان هي كانت محامية مشهورة جدا في لوس انجلوس، بس قررت بعدها ان هي تقعد هنا مع الناس الحلوين دول. وبتحكي له على قصة نبع رادياتير وانها كانت احسن بلد بتقدم خدمات على الطريق السريع الرئيسي، بس من ساعة ما عملوا طريق تاني وبقى هما طريق فرعي بقت قرية مهجورة ومحدش بيفتكرها. برق لما رجع لقى الدك بيتسابق مع نفسه، وساعتها بنزين بيقوله ان هو معجب بيه جدا. بيروحوا معاه على الجراج بتاعه، والدك بيقوله انه مش عايز يفتكر ايام زمان دي خالص، لان هو ما اعتزلش في قمة نجاحه زي ما برق كان فاكر. لا خالص، القصة ان هو عمل حادثة كبيرة جدا، وبعد ما رجع سليم قالوا له لا انت خلاص راحت عليك وانه مش هيتسابق تاني. وبينصح برق ان هو يسافر الطريق ويخلصه ويمشي من البلد دي على طول. بيصحوا تاني يوم بيلاقوا ان برق فعلا خلص الطريق كله، وكانوا مفكرين ان هو طبعا بعد ما خلص مش على طول، بس بيتفاجئوا ان هو لسه موجود وانه مش هيمشي غير ما يشتري من كل المحلات بتاعته، وكمان يعملوا له الصيانه بتاعته. بصراحه عملوا معاه شغل عالي قوي وبقى شكله كده زي ما انتم شايفين، وبيعمل لهم مفاجاه كمان وبيصلح لهم نور البلد كلها، ورجع نبع رادياتير تنور زي زمان. وهم في وسط الاجواء الجميله دي بتظهر عربيات كتير، صحافه واعلام، كمان جاز بيجيله وبياخده ويمشي. بتفهم سالي ان الدك هو اللي كلمهم علشان يجي ياخدوه، وبيقول لها ان هو دلوقتي في مكانه الصح وان مكانه مكانش هنا. بنيجي لليوم المهم، يوم السباق النهائي واللي هيحدد مين هو البطل. برق كان فاقد للشغف خالص في السباق علشان كان متعلق بسالي وكل اهل البلد اللي لسه بيفكر فيه. بيكتشف ان هم جم وراه لحد كاليفورنيا علشان يشجعوه في السباق، وكمان بيكونوا ليه فريق، الدك بيبقى المدرب والباقي بيبقوا اطقم الصيانه وتغيير العجل بتاعه. الحلبة كلها ما كانتش مصدقة ان الدبور المرعب رجع من تاني، وكمان هو اللي بيدرب برق بنزين. برق ساعتها بيشد جامد في السباق، بس ابو مركز تاني بيعمل حركة وحشة وبيخبط في الملك وبيخليه يعمل حادثة ويتكسر. بنزين بيفتكر حادثة الدك زمان وبيقف قبل خط النهاية بمفيش، وساب ابو مركز تاني هو اللي يكسب، وبيرجع هو للملك وبيساعده علشان ينهي السباق، لان اخر سباق للملك لازم ينهي بطريقة كويسة مش يطلع متشال من الحلبة. طبعا باللي عمله برق ده الناس كلها كانت بتهتف باسمه ومش مركزين مع ابو مركز تاني اللي فاز المرة دي. حتى شركة موتوركو بتسيبه وبتروح لبرق وتعرض عليه ان هو يمضي عقد رعاية معاه. برق بيرفض العرض بتاعهم وبيقرر ان هو يفضل مع شركته بتاعت العربيات المصدية، بس بيطلب منهم لو ينفع ينفذوا له طلب، وبيبقى اللي طلبوا منه ماطم صاحبه، وفعلا بيركبوا الهليكوبتر وبيبقى مش مصدق نفسه. ونبع رادياتير بيرجع تاني لمجده بسبب ان هي البلد اللي كان فيها برق بنزين المشهور وهو تايه، وبرق بيرجع لسالي تاني وبيعيشوا سوا في سعادة. شكرا. كم وصلت لنهاية فيلمنا يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وقالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد، وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول.